كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي. شدد السوداني على أن العراق قد استعاد دوره الريادي في المنطقة. العراق اليوم ولله الحمد يشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وهو اليوم استعاد دوره الريادي في المنطقة. العراق اليوم جزء أساسي من الحل وليس المشكلة، ويطرح مبادرات وحلول وفرص سياسية واقتصادية تعود بالمنفعة على دول المنطقة والعالم، وهذا هو دور العراق. بالتأكيد علاقتنا الاستراتيجية والمحورية مع مصر سوف تعزز هذا الدور، وسوف تساهم في استعادة فاعلية هذا المحور المؤثر عربيا وإقليميا ودوليا.